اكتر حاجه بسطاني طبعا دكتور، هروح للدكتور محمد خلف ومشروع البلازما ده مشروع مهم جدا. اكتر حاجه بسطاني انه حضراتكم قررتوا ان انتوا تنطلقوا الى العالم كله من خلال سوهاج، من خلال البلد. يعني تقدر تعمل ده في قلب بلدك، وده بيخلق فرص عمل لناس كتير جدا، لان الفكره دي لو انتشرت هيبقى كل واحد يعني يعني بيفيد بلده بشكل ما. يعني بلازما هو في الحقيقة احنا في سوهاج عندنا معمل تطبيقات البلازما، هو يعتبر أقدم معمل تطبيقات بلازما في مصر وأكبر معمل في مصر. طبعا بيشرف عليه الدكتور فايز الحصري، وهو بالمناسبة واخد جايزة رواد السنة دي للعلوم الأساسية. فالمعمل كبحث كمعمل بحثي أخذ دعم كبير من الأكاديمية والاستديف بأرقام تتخطى 30 مليون خلال الفترة اللي فاتت يعني. بس كان التوجه ان احنا مش عاوزين نشتغل في نطاق البحث بس، يعني التوجيهات بتاعت الرئيس ان احنا عاوزين نفيد الناس بالعلوم اللي احنا بنشتغل بيها، سمعت بالعلم اللي الدكتور. عندنا. هو معلش، انا هو الدكتور طبعا عشان المشوار طويل عليه، فسلامات، سلامات، الف سلامة. فاحنا حاولنا ان احنا نشوف التطبيقات بتاعت البلازما اللي ممكن حضرتك ممكن محتاج ميه تشرب؟ اتفضل. طبعا شوفنا التطبيقات اللي احنا ممكن نخدم بيها البلد يعني، ونخدم الناس وتكون ليها تطبيقات. فمن ضمن التطبيقات تطبيقات طبية، فالبلازما ممكن تستخدم في علاج جروح، ممكن تستخدم في علاج كانسر خصوصا السكين كانسر. احنا ما بنتكلمش عن البلازما اللي هي الدم، احنا لا مش بنتكلم على بتكلم عن المادة بلازما الدم، اللي هي المادة، البلازما المادة البلازما نفسها. اللي هي الحالة الرابعة للمادة، مش تمام. بلازما الدم. تمام. بلازما الحالة الرابعة للمادة اللي هي كمثال بسيط عليها زي البرق او الشمس، بس بيكون حاجة متسيطر عليها اندر كنترول، اللي احنا بنقدر نولدها في المعمل وبنستخدمها في تطبيقات. طبعا التطبيقات بتاعتها بقت منتشره بشكل كبير بره، في دور رياده فيها، واحنا بنحاول تكون لنا رياده فيها في افريقيا والشرق الاوسط. احنا من شغلنا قدرنا نعمل الديزاين بتاع علاج جروح مرض السكر، برضو ممكن يستخدم في علاج حب الشباب، في تطبيقات يعني كتير. طبعا طبعا يعني نفصل مع بعض الكلام، لانه نفسر مع بعض الكلام، لانه حضراتكم طبعا عارفين انه مرضى السكر الجروح بتاعتهم بتاخد وقت كبير جدا في الالتئام، وبتهدد حياتهم كمان، لان بتعمل، فهنا احنا الجزء منه استخدام البلازما في انها تعمل التئام سريع للجروح، للجروح، مظبوط؟ جروح مرضى السكر من الجروح المزمنة اللي فيه نسبة كبيرة، أكتر من ربع المصابين بمرض السكر بيكونوا معرضين أو بيصابوا بالجروح دي. الجروح دي بتؤدي القطع أو البتر بتاع الأطراف، وممكن تؤدي للوفاة في حالات كتير. صحيح. البلازما من ضمن التطبيقات الأساسية بتاعتها إن هي بتستخدم في التعقيم. فالبداية كانت إن أنا أستخدم البلازما في تعقيم الجروح دي، لأن البكتيريا أو الميكرو أورجانيزم اللي بتنمو على الجروح بتاعت مرضى السكر مفيش أدوية كتير بتعرف تتعامل معاها. فالبلازما كتقنية مفيش بكتيريا بيكون عاملة مقاومة ليها يعني زي المضادات الحيوية. فاستخدام البلازما في البداية كان إن أنا بستخدمها عشان أعمل تعقيم بس، لكن بعد كده من خلال الابحاث لا اتضح ان ليها دور في ان هي بتزود عمليه الالتئام عن طريق ان هي بتاثر على اكتر من عمليه حيويه داخل في يعني مثلا بتقلل طب المرحله بتاعه الانفلاميشن او الالتهاب. حضرتك هنا في فكرة بحثية، واكيد هي مثبتة علميا، لان حضرتك رجل باحث علمي وتدقق كل حرف حضرتك بتقوله. التنفيذ على ارض الواقع هيكون ازاي؟ احنا بدأنا ان احنا عملنا الديزاين بتاع الجهاز بدل ما نستورده يعني، بتكلفة ممكن تكون اقل من العشر. احنا اشتغلنا تكلفته عليه. كام الجهاز ده بره مصر؟ هو ده الجهاز يا دكتور؟ ده ديزاين للجهاز، وفي في ديزاين تاني برضو ده كنا عاملينه كتعقيم في الفترة بتاعت كورونا، تعقيم الايدي. فاحنا بدأنا بان احنا عملنا الجهاز وشفنا ايه يعني الكونديشن اللي بنشتغل عليها. بظبط انا الكونديشن بحيث تكون مطابقه للمواصفات بحيث ان انا اقدر استخدم الجهاز. ففي الفتره دي احنا خلاص خلصنا الشغل الابحاث وعرفنا نحدد الكونديشن والمواصفات بتاعتها، فاحنا بس باين ان احنا هنخلص التراخيص ونبدأ نحاول ويكون الجهاز ده بيستخدم طبعا في المستشفيات الجامعيه، اكيد مستشفيات، هتبدا بمستشفى هنبدأ جامعي بتاع مستشفيات جامعه الجامعية. سوهاج، هو وبعد اوريدي كده في يتوسع اوروبا بدأ لمستوى مصر. يتباع في مستشفيات كتير، حتى في تفكير ان هم يبيعوه للمرضى وهنعرف مثلا. نعمله في الصعيد يا دكتور؟ ده السؤال. هنعرف احنا الشغل المبدئي عملناه في الصعيد، احنا ان الحمد شاء الله لله، من خلال دعم سيادة الرئيس انا متاكد. هنحاول نأسس مصنع او شركة ان احنا نحاول نعمل ديزاين بشكل احترافي اكتر،
بحيث يكون مناسب للاستخدام للأطباء. أنا متأكد.